مفرقاً مثلاً أكسون ويليا أبدو سياسي ومبوتي ومشاهد ومريحة ومريغان ومغليغان وأولاد أكسون ويليا قام فرن يقلب كم عفوراً يقلب فرن كسون ويليا حسب قعقوبة هي هي ترى هذا حسبك معارض كاه ودنا يا مانتا مناسبات بلارن وسود وين وقبت السياسي عبد أحمد آير وحكومة دي مدحوين السيلان يكسر نقضي برصاب كقبلة تقدر ريا أوضل سيزو كرنا وحا وكم دها أساسي ياشي حسبك تلاد هاي كلمية مناسبات دن سود وين تاه لو سمي السياسي عبد أحمد آير وهنسي وين لو سوى سمي وحا كسر قيب قلي مشرح مدحوين حسبك وطني عبد الرحمن محمد عبد الله عرة قدومية حسبك سحر سعالي حاج حسن وقانك حسبك وطني تاغر ياشا حسبك سي يمت شرف كلا وقررن وحا مناسبة داسيكا اللي هو قانك حسبك وطني يمسوليين كلا كواسي ودمانتود بسود وي سياسي عبدو أحمد آير وعيشيغين انو يهي سياسي دالكاني تعب بدنسو قليه اسلاماركانا كمدها دادكي وسو هلقمي دالكاني وعانا عيشيغين انو حسبك وطني كسو كردن كرا تاغر ياسي دو كلا عدود وسياسي aan isku guri iyo deegaanahay waa nin garaadkiisu aad u koray yahay oo wax garada oo dhowrsan oo ay helo sharafa waa siyaasi aan aad ugu faraxsanahay inuu xisbiga ku soo dhawaado hadda marka hore uu beeni karo weyn ku soo dhawo xisbiga wadani waa in si jaban saata يا صاحب بطا يا ربي عصور الشيطان يا العهد في اصحابه راحلين وقت بدن استقالين حسبنا يقول لي ترى وضع ساعة في كلنا كبيرة يقول لي سوينا هنا ولا الواحد تبي تمال عن ايديكال هاي وحنا نقعد كوكو هم بليني يا انا ضد من رجل لدوني انو ودن كان يسكسو علي او انت يدي مغنيدنا اي كينا إن أتساك تحفظ دو إيانا أعضو تفهم السنة عبدو أحمد آيات سيكارا هرتوك سوروين يا سنة وحانا الله يا هاي اسمك ودني وحسب بلانا ولك للاحين وانا حسب أوباهن اتكستا ومسكع سليم وعافما قلتك شغاين يسا وحسب ما تلقى نسايا سومالي لان اتكستا وعافما قلتك شغاين يسا مانتا وحن حسبك وطني عبد الرحمن بينو كرسك سارينا برينا حرسوينو سارينا برينا كبحيقينو سارينا مانتا ومالتي عبد الرحمن وحينو كرة جوينا اي الينو قولي سنو وكو قولي سنو مدحتو يدا وحينو مانتا هدي هدي حسود ويرنين عطيان وغالية وحن كماية عن نقدر صدق يسنين تفقود بي عن ملو هدن أولين ملو هدن عطيان وغالية كنتي تاريخ عبدو هراء اللوغشة كي يضبو نغل مايو عبدو يو الحسب كنتي مدى صدر يو حقايا وكاكسو هرهي وحسب كنتي كدو والحسب كي هرهي اي لكو خسارتي يعني لما دي مو مدى دير كشغين اني ردو وحسب قارن او مدى خير شمال الان او قلبي يلا افران فاقا مدح لها هي تشوغانا يهين هو مر البحر هراء هكا تاقن فضودنا تكاعدو فضودنا تلطة شطو فضودنا تلكو ويديان آريان ما فوزر ويديان إلى يأشر إلى واحد كلفين منك إنت أصلا صلوات المساجد مجاي صلاها إلي حسن الله موصو إلى الشيء اللي بيسوي شيء إيه كمية لك كرسي الباص ما أنت كفر ليا كرسي الباص كان كفر ليا ما أنت ركي صوتها غيرها واحد وأركي وينو وين إيه كاكي إن هكذا إن شاء الله تعالى لنو
runtii maanta farxad weyn bay ii tahay inaan ka soo qayb galo ama aan ku soo dhoweeyo mujaahid cabdo axmed aayar xisbiga wadani qiimo weyn iyo dhadhan fiican bay ii samaynaysaa. Runtii waxay markhaati cad u tahay in labeentii iyo waxgaradkii Soomaalilan uu u gurmayo inuu badbaado qaran sameeyo. Cabdulaxmed Aayir, waxaan leeyahay ku soo dhowoo xisbiga wadani ee rajada shacabka ee ah xisbiga ugu dheehe maanta ka saari kara xaaladaha dambi ku jiro. Ku soo dhowoo run ahaantii Cabdulaxmed Aayir waa mujaahid rubcadaaya, waa siyaasi rubcadaaya, waana mujaahid dalkan soo halgamay. Waxaan leeyahay xisbigan halgudhegiisa waxa weeye waa lagaaga soo horreeyay lagaama leh. Waxaan ku faraxsanahay maanta inaynu soo dhoweyno walaalkeen mujaahid Cabdulaxmed Aayir oo run ahaantii sidaa taariikhdiisa laga sheekeeyey aasaasayaashii SNM ka mid ahaa, dadkii dalkan halganka u soo galayna ka mid ahaa, xadhigga iyo jabka u soo marayna ka mid ahaa, imaanshiyihiisu wuxuu tilmaamayaa maanta inaan xisbigii kulmiyeen wax ku hadhay aanay jirin. Waxaanan runtii aad iyo aad aan uga xunnahay xisbigii kulmiye ee Siraayi aasaasay, ee Siraayi madaxweynaha ku noqday, in biixiyakaani ku gelgelinaystaan oo ay dheeqeeyaan. Cabdo, waxaan filayaa ragga xisbigan ku soo kordhin doona talada iyo tusaalaha iyo sifada iyo runta Ilaahay kuray uu ka soo hawsha soo qabtay. Dhankiisa isaguna waxa halkaasi ka hadlay siyaasi Cabdulaxmed Aayir, waxaana uu sheegay sababta uu uga soo baxay xisbiga kulmiye isla markaana uu ku doortay inuu ku biiro xisbiga mucaaradka ah ee wadani. Waxaan is leeyahay horta xisbiga saad ogtihiinba xisbigii kulmiye shirweynihiisii uu ku qabtay gobolka Togdheer magaalada Burco ayaan kaga tegay oo iskaga casiyay xilliga sid lublaba miisaan leh ayaa waxa dhayastaarta aan iskaga casilay xisbiga. Markaa maanta waxaan badan ku sii gaaraa maayo waxyaba waxka horaaya. Waxaa muuqatay xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisii inay dalkii qarankii Jamhuuriyadda Soomaaliya maamulkoodii indhi badan dhib weyne uu ka soo gaaray inay ummaddii walaala ahaa ee dalka ku noolaa ee ehelka iyo walaalnimada ahaa inay kala qaydiyeen oo kala fikiyeen. Aad iyo aad go-aan ugu baahsan inaan ka mid tahdo xisbiga rajada dalka. Masraxaatan uguma jeegelin inaan wax badan idhaaha maanta, laakiin tabaaliyaal badan ayaa dareenkayga iyo aragtidayda oo dhan aan ku soo bandhigi doona. Waxa weeyaan maanta wadani waa wuxuu ku shaqayn doonaa sidaan u rajaynaayo siduu bulshada u ahaan lahaa. Ugu dambeyn, waxaa munaasibaddaasi ka hadlay musharaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga wadani Maxamed Cali Aw Cabdi, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan, iyo sidoo kaleeto musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani Doktor Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro. Waxaana ay soo dhoweeyeen siyaasi Cabdulaxmed Aayir, iyaguna dhaliilo u jeediyay xukuumadda madaxweyne Biixi iyo madaxweyne Haba. Waxay sheegeen in xisbiga wadani uu diyaar u yahay in doorasho uu galo isla markaana xukuumadda looga fadhiyo inay soo dhigto sanduuqii lagu codayn lahaa. Waxaan ku leeyahay gamcan furan iyo qalbi furan ku soo dhowo xisbiga ku baahan yahay
تلاذا يو عارق نوذا انت وحس بقوة هي هاي سومالي لاني برضو سومالي وحن كورة تطاروية ورخلاك لك قلت ماي وقامكو عطوه معضو وطلاقه معضو وحلين لك هرانات كايسي وحلنك ووه ريسان ومرضو سومالي حصيرية إنا إلى علينا نبت قريدا مرلبات خنمت نبادا إنا إلى علينا مركا لبار عبدو أحمد عايد gudoomiye hore burcow iyo booranaba taariikhdiisa laga warramay shakhsiyad aad iyo aad u qiimo badan leh tac badan dadka soo geliyay dhib badanna u soo noqday aad baan u soo dhaweynayaa waana ku faraxsanahay aad baan ugu faraxsanahay inuu maanta xisbigan wadani inala bahoobo wax leeyahay soo dhowo cabdow waan degel أنا غريب كنا غني وصاحب ذات شوكان ودقل إن شاء الله تعالى أتخفى في دونتو شغل تسعوتا إيوه أنا أمي كدسا أتخفى في دونتو ودقل أن كابو حسمينو لقاقا باهية ودقل أبقينا كل هذا حالي هذا أتكتي بي دقل كان قرانا إيوه ودتكو مركو تقومون لتيبوه وأنا قيمة كل هاي دقل هذا قيمة كل ذي جوجستان يا مغنا شهر يا مغعال لما أنت يا قيمة كل ذي سود أبو بالا يا ولالك عبدو آدي يا آدي يا سكر يا لابا يا مسود وينينا فهلا أنا هاي رب اليوم وأنا ما أنت هاي إن شاء الله تعالى وين وده قولي سنينا وهالشعب يمشي أين دور شودي يا مرون إن شاء الله فريد عبدو رجيم ولا يا شكرك waxaa leeyahay xeerar doorashooyin meel fiican ma marinaysaan waajibkiina la xidhiidha sawiradii dejiya bal miiska waa yaa maqlaba ha tagtay meel uu wasi tagtay meel uu ka tagay galbi sayro waxa leeyahay saaxiibkay waa marta babaasha gudbin ha ka tuurin iska saaxo هذه الدورة اللي كانت تاي هذا إذا تجلس حيا الله كرب مصور والله كم شكرا على يعني سؤال ده إيش اللي صور صار فاينل ليس كلي دي مانجلي تهدى على إلحظة لما أنت هنا الدورة شلا ودي يا رجلون أي ودي يا رجلون كل مية أربعة أما سلامتي هلا تبقى كل يوم ما بسوي كده هذا هذا شو أمر فوقه الله هاي أقوله إلى دكتور دوك أقوله كم هو كيس أنا كده دوك هو بهني سبدن فلان سمرنا وعفيف كفتة دوك من المدرسة يا شعب جينا من المدرسة يا نبات إبراهيم شكر سي بي تي في هرجيسا وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطر عيادي إذا نماني يديد سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالة تايت بانجي غف إيادي قيس قاسين تا أكو سور تقرين عيانا صومالي قيمة جوك صور الكرتير وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا